هذا عندنا تحدي. ها دكتور ايها مكبر انت ولا الجنريتر؟ الجنريتر هذا المفروض انا ازيد عليه بالشهور تنينك على قولتها. لا لا في تحدي ان شاء الله باذن الله راح يشتغل. كم مدينه هذا؟ تقريبا يجي 1983 35 سنه بالمرتاح. طاقه نو يضحك كبر النص باذن الله راح يشتغل. بطارية ضعيفة ما أربطها. الحمد لله انتهينا من الأعمال بسكن الطالبات مجمع كلية البنات بأجع. طبعا ركبنا مولد احتياطي ديزل كمصدر احتياطي للكهرباء في حالة انه فصل الكهرباء من الشركة. وهذه اللي ركبناها جديدة لوحة الـ ATS Automatic Transfer Switch اللي هي تبدل تشغل لك مولد وتطفيه بحالة انه فصل الكهرباء. الحين احنا عندنا بالحالة الطبيعية تشوفون اللمبات هذه مبينة، هذا عشار الشركة كأنه كهرباء الحين جاية من شركة كهرباء. وهذه عندك علامة المولد الجنريتور حرجي، تشوفون ما في كهرباء هنا، يعني كهرباء جاية من هنا. أنا راح أفصل القاطع وعامل لكات كأنه كهرباء فصلت من الشركة.
نروح نفس رقاط ونشوف. هذا اللي شغلناه اليوم. بسم الله. الحين نسمع المولد يشتغل. نشوف الاي تي اس. شايفين طبقة اللمبة اللي الواطة تبدل عندك الحين. نسمع الكاريكا ترن فلاش. خلاص شبكة كهرباء يا مش من الذات. هذه طافية حقا. هذا المولد شغال. مبطي ما اشتغل، هذا الديزل واجد الدخان. حوك. ويلا سلم عليكم. الحين رجعت القاطع. شوف لما الجنريتر تشتغل ورجع الكهرباء. هذا الاي تي اس. نقلنا الحمل اللي بنركبه ونقلناه من الام دي بي على قواطع هذه. قاطع الإنارة والتشينج اوفر. للتكييف بدل ما تكون بالبورد اللي لوحة التوزيع الرئيسية. أول لوحة تجيك بعد المحول تصير بها القواطع الرئيسية، عقبها تطلع